نحن من أمم خلقها كلامها. كانت القبائل تخلق في القصائد أولاً، صوراً مثالية من شجاعة وكرم يحفظها الأفراد وينتمون إليها ويتصرفون على أساسها فيصبحون قبيلة في الواقع. والأمة في لغتنا مجموعة من الناس يتبعون إماماً، والإمام في اللغة الكتاب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. والإمام في اللغة المثال، أي الصورة العليا التي يقاس إليها الواقع. قال النابغة في مدح ملوك بني غسان: أبوه قبله وأبو أبيه بنوا مجد الحياة على إمامي. فكل أناس يتبعون صورة مثالية عن أنفسهم، سواء تجسدت شخصا أو نصا أمة. لذا لم يكن صدفة أن الجذرين اللغويين لكلمة الأمة وكلمة القصيدة، أعني الأم والقصد، مترادفان، كأن الكلام ينشئ منشئيه، فتخلق القصيدة القبيلة ويخلق الكتاب الأمة، وبناء المكتبات يكون من بناء الأمم. ثم إن هذه الوظيفة التكوينية التي للكلام عندنا رهينة بجماله. فالعرب كانت إذا استحسنت بيتاً من الشعر سيرته مثلاً، فأكسبته سلطة أخلاقية، فتنبع سلطة النص من بلاغته، كأن الكلام إذا حسن صدق، وإذا صدق حكم. فإن كان الكتاب إماماً فإن جماله أصل إمامته. والكتب اليوم أخطر وأقدر على تغيير العالم من أي وقت مضى. فنحن رغم كثرة الموت حولنا في زمن ولادة كبير. لم تكن على الأرض قط هذه الأعداد من البشر، ولا كان اتصال بعضهم ببعض سلسا هكذا. سهولة الاتصال تنشر الفكرة، وكثرة العدد حتى وهو أعزل تسهل تنفيذها. إن هذين التطورين، شأن اكتشاف الزراعة قديماً أو الثورة الصناعية، كفيلان بتبديل العالم. ولقد سمح هذا للعرب عام 2011 بارتجال ما يشبه النظام السياسي الجديد، كأنه امتداد للتقليد القديم حيث الكلام إمام. فكرة مثالية مقنعة تداولها الناس عبر وسائل الاتصال الحديثة والقديمة، سواء تجلت نقشاً على جدار أو أغنية ممنوعة أو خبراً على قناة الجزيرة، حكمت سلوكهم وقادت ثوراتهم بدل الحزب والمكتب السياسي. حل الخيال محل القيادة، وحل الاعتقاد والقناعة محل الإجبار والطاعة. وفي مصر وتونس انتصرت الكثرة العزلاء المقتنعة بفكرة جميلة على القلة المسلحة المأمورة والمسمات بالدولة. وخطر الفكرة بساطتها أن الحكم بالرضا لا بالسلاح، وأن الحاكم من خيال المحكوم، وأن المرأة لا يعاقب على ما لم يختر، لا على فقره ولا لونه ولا جنسيته ولا جنسه ولا دينه. فأنا فلسطيني، لو كان دين آبائي مختلفا لكنت مرحبا بي اليوم في حيفا. وأن الاستعمار والاستبداد واحد، وأن الصهيونية عنصرية، لأن النظام القائم عليها هو الوحيد في الدنيا الذي يمنح الجنسية على أساس الدين الموروث. ولأن هذا الظلم ضد الطبيعة، فإن مقاومته هي رد الفعل الطبيعي الوحيد، ولا يجوز تطبيعه، لأن الذي يرضى به يرضى ضمناً بأنه أقل من سائر الناس. ولقد انتصرت الحشود العزلاء على السلاح، كأنها قصيدة أبياتها وجوه وميادين، تخط بأقدامها على الشوارع بساطا نقوشه اقتباسات من كلام ابن خلدون ونهج البلاغة وماركس ولينين وفوكو ودولوز وسعيد. إلا أن الأحداث دهمتنا ونحن بلا تنظيم ولا تنظير جديد، فمزق بساطنا ولم نستطع تحويل الاقتباسات إلى نظرية، ولا تحويل ميداننا إلى نظام حكم. لهذا وغيره تحتاج الأمة كلها مكتبات أكثر، وأفكارا جديدة توسع المكان والزمان، وتزيد الحرية وتقلل الموت. فالمكتبات توسع المدن. أثينا أفلاطون أكبر من اليونان، وحلب المتنبي وفلورنسا دانتي وبوكاتشيو وغيرها، كلها مدن كلمها تحاصرها ممالك كالأفيال. أثينا والإخمينيون وحلب والبيزنطيون وفلورنسا ومعظم ممالك أوروبا، وكان لحكامها اضطراراتهم،
ولكنهم على عكس كثير من جيرانهم لم يكونوا يخافون الكتب ولم يلزموا الكتاب باضطراراتهم السياسية، فوسعت الحرية تلك المدن حتى كبرت عن مكانها وزمانها وبقيت تحكم خيالنا وسلوكنا إلى يوم الناس هذا. ولما كان في منطقتنا من يتلافى الناس بخليط الترفيه والقمع ويحب المهرجانات ويخشى الكتب، فإن بناء المكتبات وتحمل تبعات ما تأتي به من أفكار شجاعة بعيدة الأثر وحميدته. نعم، حاولت هزائمنا الكثيرة أن تبيعنا اليأس كتاجر لحوح، ولكن الفلسفة تنبت من الضيق كالعشب في الأسوار، ولن تغلب ذاكرتنا القريبة. نذكر انتصار شعوبنا على الاحتلال في عام 2000 و 2006 كما في عام 2008 و 2012 و 2014 ونذكر انتصار العزل على القمع المسلح في 2011. وها نحن اليوم نرى شباباً وصباياً يسيرون على الرصاص عائدين لفلسطين الأرض وفلسطين الفكرة. لقد صعدنا الأسوار ورأينا بلاداً حرة وراءها، والله رأيناها، ولم يكن حلماً ولا هذياناً، كانت شوارع من دخان وأسفلت تحت أرجلنا وحجارة في أيدينا ورجال أمن مسلحين خائفين منا ونحن عزل. عشنا ذلك وعرفنا أنه ممكن. لقد عشنا المستقبل، فلن نصدق من يقول لنا إنه غير موجود. إنه هناك، إنه هنا، وإنه ممكن، وإنه سيكون، لأنه قد كان.